وقف هذا الرجل ساكنا فاقد القوى، محاطا بفقر يمتد أمامه يحجب عنه الطموح والشرف والجهد الدؤوب ونكران الذات. عبارة من رواية قصة مدينتين للإنجليزي تشارلز ديكنز، صورت حالة الفرنسيين التي أدت لثورتهم عام 1789، وهي حالة مهمة لفهم نظرية الفوضى الخلاقة بعد استعراض بعض المعلومات. بعام 1788 واجه سكان الريف في فرنسا شتاء قاسيا أدى لمجاعة والارتفاع سعر الخبز بباريس تلتها أحداث شغب، وكانت السلطات مقسمة كالآتي: الملك لويس السادس عشر حاكما، تليه الكنيسة الكاثوليكية، فطبقة النبلاء من الإقطاعيين ملاك الأراضي التي تعمل فيها الطبقة الثالثة وهي الرعية، وكانت الكنيسة الحاكمة الفعلية على الجميع، والكنيسة والنبلاء يملكان كل شيء ويدفعان بعض الضرائب للدولة، والرعية تدفع معظمها. بحلول العام 1789 أفلست الدولة، واجتمع الملك بالنبلاء مطالبا بالمزيد من الضرائب فرفضوا، وكذلك الرعية التي لا تملك شيئا أصلا. ثم نجحت الرعية ذات العام بتأسيس الجمعية الوطنية ما يوازي مجلس النواب، فأصدر الملك أوامره للجيش في 11 من يوليو بحلها، وبعدها بثلاثة أيام اجتاح الشعب سجن الباستيل لإطلاق السجناء وللبحث عن أسلحة داخله لتحميهم من الجيش. وبسقوط السجن عرف الغرب أعظم حالة فوضى بتاريخه الحديث، الثورة الفرنسية. وهذا يقودنا لتعريف الفوضى الخلاقة، وهي حالة سياسية يتوقع أن تجلب الراحة بعد مرحلة فوضى متعمدة. هذا التعريف يشبه تعريفها أيضا بعلم النفس حسب العالم مارتن كروز، الذي يقول إن النفس عندما تصل لحافة الفوضى يفقد الإنسان ضوابطه، وعندها تحدث المعجزات، فيصبح قادرا على خلق هوية جديدة بقيم مبتكرة ومفاهيم حديثة تساعده على تطوير البيئة المحيطة به. وبحالة فرنسا لم يملك الشعب شيئا يخاف فقدانه، فوصل التمرد لفلاحي الريف وطالبوا بإلغاء الإقطاع. كانت هناك فجوة كبيرة بين فقر الشعب وبذخ الحاكم والكنيسة والنبلاء. وحسب رأي الفيلسوف الأمريكي سامويل هانتينغتون، كلما زادت الفروقات بين الطبقات بين فقر شديد وثراء فاحش، تصاعد احتقان الفقراء وتحول لطلبات جريئة وضاع الاستقرار. في حالة الثورة الفرنسية طالب الشعب بالمساواة والعدل والحرية، وهي مطالب غير مسبوقة، روج لها فلاسفة أمثال فولتير وجان جاك روسو. ويعتقد أنصار النظرية أن خلق الفوضى ستؤدي حتما لبناء نظام سياسي جديد يوفر الازدهار والحرية، بينما يقول معارضوها إنها عادة ما تصب بمصلحة من أحدثها. وبحالة الثورة الفرنسية صحيح أنها أدت لإعلان الجمهورية الأولى يوم خلع الملك في 21 من سبتمبر عام 1792، لكن الفوضى استمرت، واستغلها ماكسيميليان روبسبيير أحد قادة الثورة، فأمر بإعدام الملك وزوجته بالمقصرة، وباسم حماية الثورة أعدم آلافا ومنهم قادتها. ثم أعدم روبسبيير، وأدت الفوضى التي استمرت سنوات لإعلان نابليون بونابرت نفسه امبراطورا عام 1804، وكأن الثورة لم تقم، لكن حكمه أنهى فوضى الثورة حتى حين. ومرت فرنسا بقيام أربع جمهوريات بعد الأولى، آخرها الجمهورية الخامسة عام 1958. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.